اخبار اليوم. يا شباب الاستاذ عزت اتفضل يقول كلمه. شباب اولا انا سعيد بهذه الدعوه ويانا سعاده واشكر جميع القائمين على هذه الدار المحترمه التي علمتنا الكثير، وهذه الكلمه ليست مجامله بل هي حقيقه في رسوخها ورموزها العظام من أهل الصحافة وأهل الفكر وأهل الأدب. الحقيقة تحية خالصة للأستاذ ياسر رزق لهذا التوجه أيضا وهذه الكلمة الرقيقة التي تحمل معاني كثيرة جدا وكبيرة جدا وموجهة إلى بعض العقول، ولم أقل إلى كل العقول ولكن إلى بعض العقول. أرجو أن ينتبهوا أن الفن القادم لا بد أن يكون مسؤولاً ومسؤولاً مسؤولية كاملة، وله الاستراتيجية العظيمة جداً التي تليق بمصر وبمحاور مصر وبتاريخ مصر وما ينتظر لمصر وما هو الماضي لمصر. أنا عايز أقول إن السينما المصرية بقالها 118 سنة، المسرح المصري بقاله 150 سنة. صاحب هذه السينما والمسرح أدباء ومفكرين وصحفيين وكتاب ومنظرين، وكانت لهم القدم العليا في هذه الصناعة. أنا عايز أقول إن سبب بناء السينما في مصر هو بنك مصر وطلعت حرب سنة 34 حينما أقام شركة مصر للتمثيل والسينما، وكانت مؤسسة بالكامل التي تخلت عنها الدولة بعد هذا إلى أن جاء عبد الناصر فبنى 64 مؤسسة السينما التي أنتجت الإنتاجات العظيمة التي لازلنا نعيش عليها حتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. أرجو منا جميعاً وأن نضع أيدينا في أيدي البعض كصحفيين محترمين وأصحاب كلمة وأصحاب رأي وأصحاب رؤية، ونحن كفنانين أن نضع أيدينا في أيدي البعض على أن نعبر بمصر هذه المرحلة الدقيقة 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 التي نمر بها. صدقوني أننا نعيش على شعلة من نار في هذا البلد. أرجوكم أن تدروا ما هي الحياة في هذه الأيام بالذات وما هي الخطوات المتربصة بنا. نحن متربصون ومتربص بنا، فنرجو أن نضع أيدينا في أيدي البعض. وتحية لكم وشكرا لكم يا أحبائي.